وفي الوقاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن طريق هذا يعني. عن طريق هذا. حبايبي ومتابعيني قناة الحيوانات يوم. ان شاء الله اكلمك على حاجة بسيطة كده. حد يعني من متابعينا على القناة اتصل بيا وقال لي ان في كلب عنده واقف عند البيت. وبدل ما يرميه يعني اتصل بيا وقال لي تعالى لو لازمك خده يعني كده بدل ما يرميه في الشارع. قلت له طيب ماشي مفيش مشكله، بس ممكن حد صاحبه يكون بيسال عليه ولا حاجه يجي لك دلوقتي. اتضح لي ان الراجل دون بيته في بعيد يعني عن البيوت، وقال لي لو ما جيتش هتاخده دلوقتي انا هرميه. قلت له خلاص انا جاي لك في الطريق وان شاء الله انا رايح له في الطريق، ومعايا محمد ومصطفى دول ولادي ان شاء الله بيمشوا في عمل الخير، بيساعدوا الحيوانات بالذات اللي هي الكلاب، اي حاجه محتاجه مساعده. وان شاء الله انا راح استلم الكلب من الراجل، ولو اتضح لي ان الكلب بتاع اي حد موجود هيوصلوا الكلب، وبرده الكلب موجود عندي، ويا رب نمشي في عمل الخير دايما. وانا ان شاء الله داخل على الراجل على البيت عنده ربع ساعه بالكتير ان شاء الله، هي المسافه بس بينه وبينه شويه، ورايح له بالعربيه. فان شاء الله يا رب ربنا يسهل الحال يعني. فبساله على الكلب بقول له نوع الكلب ايه؟ قال لي انا ما اعرفش نوع الكلب ايه بصراحه. هو الكلب لونه اصفر غامق، شعرته طويله، ودانه نازله كده على الجمجمه بتاعته. طب نوع الكلب ايه؟ قال لي والله ما اعرفش. فبساله يعني بقول له الكلب ممكن يكون نوع جولد، تعرف الجولد؟ قال لي لا بصراحه ما اعرفش. قلت له طيب ماشي ان شاء الله انا جاي لك في الطريق، وان شاء الله نوصل الراجل، وباذن الله نشوف الحاجه دي، ويا رب يا رب نلاقيها مش مأذيه ولا حاجه، واحنا داخلين على الراجل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه يا باشا دول بتوع الطوارئ. دول بتوع الطوارئ؟ اه. طيب تعال انت بس، هو نفسه. السلام عليكم. حد يلعب معاه. ازيك يا حاج؟ الف سلام. نفسي رايح حد يلعب معاه. نفسي رايح حد يلعب معاه. لا ان شاء الله هم في الحاجات دي ما تقلقش. ده جولد الكلب ده. اه بس هو في مشكله تقريبا، كانت رجله مكسوره. اه تصدق رجله؟ لا ده رجله مش مكسوره، ده فيها ليونه والله، مش عاجز في الرجل دي. اه هو كده مصطفى رجله مكسوره؟ لا مش مكسوره، دي ليونه من هو صغير. اه ممكن، بس هو بقى بيدور على حد يلعب معاه باي طريقه. اه حتى عطشان بس في ميت كده. اه في ثانيه. ده محمد حاجه رهيبه. انت خبره كلباجي خبره. اه طبعا. طب يلا اربطه يلا بينا. هو عايز حد يلعب معاه. انت لو قلت له يلا تعالى هيجي. هو عندك من زمان؟ لا ده لسه، احنا من الصبح لا يمكن عايز يطلع من البيت. مفيش. ليه ماشيين زق ونضربه، ضربناه كتير، لا يمكن عايز يطلع من البيت. انا معدي على الجماعه اللي اعرف ان هم جايين هنا، كنت خدتهم معايا. والله؟ اه والله. يلا 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 لوحده كده. سيبه يطلع على العربيه لوحده. حط باب العربيه وتعالى اشرب شاي ولا حاجه. الله يخليك. تعالى اشرب حاجه بالله. انا اعرف ان انت جاي هنا، كنت خدتك معايا. والله ما اعرف. طب اقعد بس اشرب حاجه حبيبي يا عم. اشرب حاجه. الله يخليك. انت مش عايز اي حاجه؟ الله يخليك يا حبيبي، ربنا يبارك لك. مع الف سلامه. يلا يلا على العربيه. عليه عليه. امسكوا بقى، ركبوا العربيه وبالراحه. تعالى اهملوا فيه لحد ما رجله ما باظت. شيله مصطفى كده ركبوا العربية. حاجة جميلة بس خسارة. حلو بس رجله بس. مش مشكلة مش مشكلة رجله عادي. هو شكله حلو أصلا ونضيف. نسمع. عارف نوع الكلب ده؟ والله ما ده نوع جولد. والله؟ اسمه جولد. أمريكي هو. ما اعرفش يعني، ما بفتيش برضه، بس ان انا اعرفه ان هو امريكي، ان هو الكلب الجولد ده امريكي. بس هو بان عليه النوع نضيف اصلا. بان عليه النوع نضيف. انا اخده بقى نوديه بس انا عايزك بقى تحافظ عليه وتاخد بالك منه في الاكل والكلام ده كله. ماشي؟ بس هو كلب حبوب يعني. حلو مش مسعور. اه. مش عملية مسعور، ما فيش حاجة اسمها مسعور. هو لطيف. شرس. ايه؟ لطيف. مش شارع زي الكلاب التانية. يلا بينا. صح. هل. واحد واحد. تعالى. يلا بقى. انت هتطلعه ازاي كده مصطفى؟ مصطفى هو اللي دخل تحت الكرسي معايا. تعالى.
يلا ناس. هات المفتاح يا محمد. تعرفش اسمه علي؟ احنا بقى نختار له اسم. روي؟ ايوه روبي. انت عايز ايه؟ احنا كان عندنا كلبين، اول كلب وثاني كلب، واحد اسمه روي وواحد اسمه روبي. هسميه روبي عشان خاطر.